اقعد يا فارس. عشمي شايفك، عشمي شايفك يا سليم يا عم، من ساعة ما بقيت نجم اعلام وانت ما حدش قدك ولا حد بقى يشوفك دلوقتي. ما تشوفش وحش يا جلال، وانا ما اظنش ان شفتي هتبقى حلوه قوي. الله، ليه كده؟ ليه بس يا سليم كده؟ شوف يا جلال، نعم، احنا حقنا اللي عندكو لسه ما جاش، واحنا استنينا عليكو كتير قوي. ليه كده؟ ده كان لعب عيال وخلص وانتهى. يا سليم يا اخويا، خلينا نفضى بقى للحلاوه والمكسب. امال ايه؟ وكلنا نكسب كده ونبقى تمام مع بعض. ما عشان كلنا نكسب ونبقى تمام يا جلال، لازم الحق يرجع يا اخويا. والحق بيقول ايه بقى؟ العين بالعين والسن بالسن والصباع بالصباع. ماشي السكات يا سليم، ما قلنا بقى ان ده لعب عيال وخلص وانتهينا. لازمته ايه الكلام ده بقى دلوقتي؟ على رأيك ملوش لازمة. ماشي يا جل، بس فارس اللي هو صاحب الحق بره اللعبة، ومروان بره حق فارس. اقولك يا سليم يا اخويا، اي حاجة انت عايزها من مروان اطلبها من هنا. احنا يا لك يا سليم. رقبتي، رقبتك سدادة فعلا يا جلال. خلاص قضي الامر عند اذنك. لا والله، ادخل. سيب بين عزازي بره يا باشا. خليه يدخل يا ابني. اتفضل يا باشا. اهلا اهلا يا سيف بيه. ازيك يا سيف بيه؟ تمام والله. ليك وحشه. لو كنت وحشتك كنت سالت عني. فضل. فينك كده؟ اهو بعدوني عن القضيه. احسن، ما تضايقش نفسك، فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القضية دي مش ملعبك، القضية مش سالكة. أنت اللي بتقول كده يا سيف بيه؟ أنت كنت بتديني معلومات عشان نوقع زكريا. كنت غلطان، ده ربنا بيقبل التوبة. مش زكريا اللي أنت بتدور عليه على فكرة، أنا عارف إنك بتقول إنك شفته، بس ساعات العين بتبقى خداعة. دور كويس في تحيات، في تقرير الطب الشرعي، ده شغلك يا سيف بيه. بعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انسى زكريا من حياتك خالص، وسيبني أنا بقى أفكر لك في اللي جاي. ده أنت حبيبي. خير يا سراج؟ من يوم العملية ما سمعتش منك حاجة، إيه اللي جد؟ لا الحقيقة ما في شيء جديد أبدا، كل اللي ممكن أقوله صار قديم بالنسبة لي. طب ما دام سار قديم يبقى ملوش لزوم تقوله تاني. زين العطار الله يرحمه كان رجل محترم، وربنا حبه وعطاه كل الخير، وانا عمري ما طلعت بخير غيري. انما هلا بسبب هالظروف اللي احنا فيها مش قادر شيلك من قدام عيوني. يمكن كان لازم اقول هالشيء من زمان، بس هلا عم اقوله. تفتكر من الرجولة إنك تستغل ضعف اللي قدامك؟ ما تفهميني غلط يا مدام، أنت بحاجة لرجل يوقف حدك، أنت عارفة إني قد هالحمل. يعني أنت كنت مستني اللحظة دي إن زين يموت وإن أبقى لوحدي، وتفتكر إني ضعيفة؟ على ما يبدو فهمتيني غلط، أنا جاي أطلب اللي كان لازم أطلبه من زمان. لو كنت عرضته زمان كان هيبقى طلب مرفوض، زي ما هو دلوقتي برضه طلب مرفوض، عشان أنا زي ما أنا، ما اتغيرتش عن زمان، وعمري في حياتي لحد ما أموت ما هسمح إن اسمي يرتبط باسم راجل تاني غير زين. على فكرة طلبك ده ما زعلنيش، بالعكس
فخلاني أعرف إني لسه بحب زين وحفضل أحبه لآخر يوم في عمري، وإنه بعده وفراقه ليا لا ضعفني ولا حيكسرني. بالنسبة للكسر ما عاش ولا رح يكون اللي يكسرك، هيدي مضمونة. نورتني يا سراك. شكرا على استقبالك. مش هنبطل بقى ياما شغل الاونطه اللي احنا بنعمله ده، كل شويه تعبانه، الحقن السكر، الحقن الضغط، خلي بالك هتبقى تعبانه بجد ومش هجيلي. هروح امتى القصر يا يحيى؟ ادي النيل على القصر وسنين القصر. ياما انا اللي في دماغي اكبر من القصر. بس هو في دماغي وكبر ومعشش وعاوز اخرج من الحاره المدعوه دي واروح هناك. بيك بقى من غيرك هروح. ده حق يا يحيى. ياما هاشم بيتكتك وهيوصلني ويوصلك للاكبر من القصر. انت بس لو تتك على الصبر شويه اقسم بالله كل حاجه هتبقى عال. اصبر ايه اكتر من كده يا موكوس؟ ولا اوعى تنسى نفسك، انا ربيتك بطولي وانت لسه حته لحمه، كنت ابوك وامك وكل حاجه، هتقلب عيل خيخه؟ خساره تربيتي فيك، لا انت ابني ولا تلزمني. هو انت عايزه ايه ياما دلوقتي؟ عايزاني اروح ادبح لك كل اللي في القصر عشان تسجن بقيه عمري؟ ده اللي هيريحك؟ لو رايحك قولي لي وانا ناولهولي. لا يا رحم امك، انا عاوزاك تسمع كلامي وتمشي ورايا. صاحب بالين كداب ياما، انا مش همشي وراكي ورا عم هاشم، انا ورا عم هاشم لحد ما مصلحتي تتقضي. أنا داخل أنام ياما. ربنا ما يحوجني ليك، قادر يا كريم، حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب يا رب ما تكسب أبدا يا يحيى. ليه ياما؟ تدعي عليا ليه؟ ده اللي أنا فيه ده كله بسببك أنت. ياما ده أنا مش عايش غير عشان أرضيكي وبس. انت السبب في كل اللي بيحصل لي ده. انت اللي رضعتيني كره زين العطار، علمتيني ان دمه حلال وان عداوته ايمان بربنا اللي ما بينساش، ما علمتنيش ابقى مكانه ولا خليتيني احلم بالقصر واتمنى ابقى عايش جواه. حرام عليكي بقى ياما، كفايه صعبه قوي كده يا ام وحي. ربنا ما رضاش بالظلم، ما رضيش بالظلم اللي هو عمله زمان، ولا هيرضى بالظلم اللي انت عايزه تعمليه دلوقتي. انا سبالك وماشي يا ماما. ده الكباريه هينفجر من النور يا سليم بيه، اول مره تيجي في النهار. بقول لك يا رايق، انا مش فايق لك، فكك بقى من الشويتين بتوعك دول وخلينا نشوف الموضوع اللي احنا جايين عشانه، عشان بعد كده في مواضيع كتير بيني وبينك عايزين نقفلها. امال فين الراجل اللي انت قلت لي هنقعد معاه؟ لا ما تقلقش، زمانه على وصول، ده مواعيده مظبوطه. بقول لك بيظبطوا عليه ساعه البورصه. اهو وصل اهو. يا الف حمد لله على السلامه، يا صباح الفل والنبع الجميل، يا صباح الحفيف الحالم والعزهير. تعال يا سيد الكل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الإزازة دي أنا جايبها مخصوص عشان الناس الحلوة والليلة الحلوة واللمة الحلوة، إيه رأيك؟ افتح. سليم بيه غني عن التعريف، ومش غني عادي، ده غني غنى فاحش. أهلا وسهلا. ياسر بيه أستاذ الكيمياء، أخصائي في استيراد المركبات اللي بتسحل الدماغ. الساحل ده سموه عليه أهلا وسهلا. أصب لك يا مولانا. جلال فتحي، ما أنت عارف إن ماليش في الخمرة، خش الموضوع على طول، مش كفاية إنك بعدنا في المكان الموجود ده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، خش يا عم خش. مولانا سيف العزازي، ما تقول انت الكلام بقى يا ياسر بيه. زي ما قال فتحي كده، انا وعوذ بالله من قولة انا راجل بتاع كيمياء. ما شاء الله، وعلم الانسان ما لم يعلم. لا وايه؟ وصلنا يا محمد.